مشاهدي موقع الحدث 24، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قضية جديدة مع قضايا الخبير الأمني والأستاذ طه سعدون. سي سعدون أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالكم؟ اللهم لك الحمد، كل شيء بخير الحمد لله. نتمنى الصحة والعافية لجميع المشاهدين والمشاهدات، وتحية لهم أينما كانوا وكيفما كانوا. أينما كانوا وكيفما كانوا. سي طه سعدون، أنت كنت قلت لي خدمتي في واحد لابيريود في مكناس ديال التسعينات ياك؟ تقريبا كلها. أنا كنت كنبحث بحال هكا على بعض القضايا وبغيت نساعدك نذكرك شوية، ولقيت واحد القضية كانت وقعت في الحاجب جو بونس ديال واحد الفتيات كانوا كيتعرضوا للاغتصاب. واحد القضية كانت دوزت القناة الثانية. أعطيني التفاصيل ديال هذه القضية هذه. نعم، هذه ما زال كاينة في مع الأسف، كاينة على طاولة البحوث وكالتعاود حاليا، وهو استغلال الفتيات الصغيرات إما للفقر بسبب الفقر أو عنوة. يختطفوهم، كيديهم، يستدرجوهم، كيغبروهم، كتلقى عائلتهم ساكنة تحماق على البنت، البنت كتغبر. استغل. وبالتالي كنصح الأمهات على الخصوص، أما الآباء راه خصهم يتحلاو بواحد النوع من الرزانة، أن الأم تواكب بناتها في فترة المراهقة، ما تبقاش البنت تقول لها هكذا والأخرى كتشعل معها، سيري الله يعطيك الموت، سيري الله يغبرك، الله يعطيك سيدة، داكشي ما كاينش. راه الفترة خاصها تعرف هذيك الأم براسها راه دوزت الفترة وعارفة السن وقتاش خاصها تجمع راسها. كاين حوايج أخرين، هو الكريدي، كتلقى ذاك الأب اللي قرب يمشي يخرج غوتخيتي ولا عنده واحد المال على قد الحال، ولد الوليدات وخذا واحد لابارتومون، والولاد تيكبروا وهو باقي تيقطعوا ليه الكريدي 20 عام ولا 30 عام. ملي كيطلعوا الدراري كيكبروا كيكونوا كيوليو هما يخلصوا ذاك الكريدي. لا، ملي كيكبروا باقي تيقراوا، كيولي هذاك الأب بين حيص بيص، خصوصا الفتيات الدريات كيولوا البنات بغاو يلبسوا قراناتهم، طلعوا لواحد المراهقه ما كيوفيش ليهم دوك المتطلبات ديالهم. وكاين اللي عنده ويعوم عليه البخل، وكاين اللي كيشد الحرام يا عمر جيبوا بالحرام، وكيبخل البيع على اولاده. اذا اللي عنده المستطاع، اللي عنده المستطاع يحاول يقتطع شويه حتى من حويجات ديال الدار، اللي ما عندوش لي غوسوخ، ما عندوش من يجيب الفلوس، يحيد اللوكس، ينقص شويه من اللوكس، ينقص من هذه ومن هذه، ويحاول يدير واحد الكونت للدراري، لا الدراري ولا البنات، كونت بونكير، يحررها من هاك. يعني واحد تي كونت يدير فيه شي بركه، شتي غير 30 الف فرانك في الشهر راه فلوس. الا كنت غتقرا في لافاكولتي راه غادي تستافد من البورص، متفقين؟ لانه هو ما عندوش. يدير لهم واحد الكونت، واحد لاكارت، هي راه الدريات دابا راه عارفين اش تيديروا، وتبقى تستقل في حد ذاتها، تدوز ديك الفتره ديال المراهقه اللي خطيره وخطيره جدا. باش ما تكونش اللقمه صائره. من صغرهم انا تنعلمهم حاجه، من صغرهم يتعاملوا معاهم، ما يكونوش يشوفوا واحد الحاجه مثلا هذاك راه داير كذا ولا كيلبس، ويبقاو كيتغيروا بعضياتهم، يحيد منهم هذه المساله. فيما كانت فرصه يشري لهم حويجات، هذه اللي كيكبروا كيبدا يعلمهم الاستقلاليه والانفه. يعني ما يمشيوش لشي حاجه شي كثير، هذا مؤسف مؤسف جدا. والسن بدا كينقص، بدا كيطيح. يعني كنا كنشوفوا 22 عام و24 عام و20 عام، دابا ولات في 17 في 18 في 16 14 كنسمع شي حويجات مآسي. وسيرتو نتوما الدراكيين تيدوز عليكم هاد الملفات بحال هكا، ما كتقدرش تقول كل شيء لان كاين حويجات تتليجو الصدر اللي كيقدروا يلتقطوهم الجيران ديال يمسوا بالسمعه تاع البلاد. السمعه ديال لا السمعه ديال هذا البلاد شنو تقول لي جيراننا اللي غيضحكوا علينا الجيري. الجيري كانوا شي وحدين من المخابرات
ومنهم هذا السيد هذا دابا رئيس المخابرات الخارجيه، راه كانوا كي اكسبلواتيو البنات ديال الجزائر وكيديوهم للخارج. وكان قنصل بذاته مع مراته كيديو البنات من الجزائر. متفقين؟ متفقين. غير هادوك كيعرفوا كيفاش يديروا لا بروباغوند، كيعرفوا كيفاش يلوحوا حجرات لهم على ناس اخرين. هذاك الشيء كاين، لا فاكولتي ديال الجزائر هما براسهم تيخرجوا كيديروا برامج وهذه وهذه، راه معروف. هذا الشيء ولا ظاهره دوليه عالميه في العالم العربي كله، فهمتيني؟ معروفه في البلدان اللي تحشم انت تذكرها وكتلقى فيها هذه المسائل. يعني هذه ظاهره صعيب باش تميتريزيها، تقدر تنحى المنحى السري، وهذا الاخطر. المنحى السري اخطر من انك تشوف شارع وكتقدر تميتريزي وتلقى ليه حلول ودير ليه دراسات وبزاف ديال الحوايج. نرجعوا لموضوعنا. الموضوع ديالنا. واحد النهار كان واحد السيد في الحاجب الله يذكره بخير، حتى هو كان صارم جدا وكان حيي وليداته من هنا، ما عرفت واش باقي في الحياه ولا لا. مكنين عليه الشاقور، كان دارت في الحاجب الشاقور، لانه كان ضد الجريمه. شي كوموندو هذا ولا شي اجيدون؟ كان الحاجب غير بريكاد، كان تابع لينا حنا، تابع لمكناس فيما يخص التتبع القضائي. يعني المركز القضائي عنده جميع المراكز الترابيه اللي دايره به، منهم الحاجب. والحاجب كانت شاده مثلا سبع عيون اللي كاينه دابا، حتى هي مركز راه كان تابع للحاجب، كانت شاده بزاف هي ديال الارض، ديال الارض كانت شاده دوله، كل مركز كان كيشد دوله. الشاقور هذا كان محزم، ولو ان الماء كيعوم عليه بزاف كان محزم صراحه. واحد المره واحد البلاصه في الحازم راه معروفه دابا، راه تهنات وتنقات الحمد لله، تبدلت الامور. كان واحد الشارع، واحد البلاصه سميتها الشريشيره، وكانت فيها واحد الوسخه، مع الاسف الاسم لالياس اللي مكنين عليها ما يمكنش نقولوه على الناس ديال المناطق، مكنين عليها الصحراويه، ولكن شتان ان تكون من الاداب والصواب ديال الصحراويه، يعني ماشي من الجنوب. غادي تقول لها الصحراويه من جهه هي ورزازات الراشيديه طاطا هادو كيعنيو، لكن في هاد التاريخ كنت الا مشيتي تما ما تشوفش النساء، السوق ما كانوش فيه العيال، كانوا لا جا كتلقى شي مره شي بانيه اللي كتلقاها في السوق تماك. هذه يمكن عليها هاد الكنيات، عندها واحد الولد وسيم، كانوا عيني زرقي زوين وسيم، وشاريه ليه واحد الحوليه. ولدها وهي صحراويه ولدها عيني زرقين. لا ماشي صحراويه بالنسبه لك، هي كحله. لا والاب ديالو بيض وهذا وكانت عنده راه غيكون باقي في الحياه، اخرج من الحبس ده. كان كيطير وكانت عنده حوليه. واحد المره كيستقطب الفتيات، هذه الخدمه ديالو هو استقطاب الفتيات. مشى هذا كيستقطب البنات، البنت اللي جابها كتدخل للدار كتسد عليها في الطينه، ما كتخرج ما تدرج الحمام تيغسلو في الدار والعصا وكيزيدوها المطحنه ديال لا بروستيتيسيون. ملي كيشوفوها مثلا غد مع داك الشاقور كان خدام، شي راه تصور في عزة واحد حاضر راسو كاين هادشي، باش شاف الخطورة ديال المجرمات والمجرمين. ملي كدير هذا كتصيفطها لشي مدينة أخرى فين ممكن أنهم يتستروا عليها، وكتبقى ما حدا هي كتخدم وهي كترفض ترجع لوالديها. واحد النهار كان الامتحانات ديال البكالوريا قريبة، وكانوا في الخرجة ديال الخميسات البنات ملي كتكون غادي كيكونوا البنات والولاد والطلبة دوك التلاميذ وداك الشيء كلشي كيبريباري على برا، وحنا كنا مبليين. كتخرج من الدار وكتمشي مع الدراري وكتبريباري تحت الضو ديال
ديال المدينه، هذا الهواء الطلق كيزيد لك شي شويه في القدرات الاستيعابيه، معروفه هذه المساله. شي واحد المكان هادئ وهذا، ما دابا ولاو القهاوي، ما كانوش بكري، كان تمشي للقهوه يجري عليك عاصر لي على براد النهار نص النهار. المهم دو فاسون مشى هاد الباندي هذا البرغوش، تلاقى بواحد الدريه ولا جوج، بقى كيهضر معاهم، معاه هو وسيم، والفتره ديال امتحانات البكالوريا تهم فتيات في سن المراهقه وشابات ومتفتحات. الدري تا هو كيبان متفتح، داير السلسله ديال الذهب، ركبوا معاه عادي، ركبوا معاه ندور حنا اللي تيهمنا هي وحده ديال طردق الرمان باش خرجت القضيه في دوزان. دار دوميتور، دار بحال غيمشيو غيتساراو ويدورو مني منك هنا هنا، باقي النهار طالع، وصلوا من كناس قال لهم نشوف واحد خالتي ورجعوا. طلع من الحاجب دخلها هذا الباربوات تما، هذوك القاقتي هذوك الفيدورات ديالهم، وهذا دخلوا الدريات طق قالوا كذا، تسدوا عليهم، ما داروا معاهم والو، باقيين صغار وبقاو سادين عليهم. يوم غدا اليوم غدا خرجوهم من هنا صافي. كيبداو بشويه بشويه، كيبداو مثلا بواحد المبيت مستمر، من بعد كتولي على بيرسون للشخص، تقدر تشوف واحد العدد من الاشخاص في اليوم، هذا متصف. لذلك ديما كنحد على الاباء يعطيو اهميه للبنات اكثر من الدراري. الدري واخا ينعس بالزرقاء ما عندوش مشكل، تيخرج الشمكار كاع ما عندكش مشكل، تؤلم اكيد تؤلم، وبالتالي يرفقوا بهم حتى ويواكبهم حتى يطلعوا ويدوزوا من المحنه ديال المراهقه وديال مهما كان. سدات عليهم، سدات على هذيك، تيفرقوا، كانوا ديك الساعات كيديهم لاماكن اخرى من مناطق يختبئوا فيها هاد الشيء ديال الفساد. وشحال من واحد دابا يسولني تيقول لك والمخزن ما كيشوفش وكذا، راه هاد الشيء يتخذ منحى نطاط، الا زيرتي على هاد البلاصه دغيا كيبدلوا لك اللون وكيشقلبوا لك الحاجه وكيولوا غير هذوك الكليان هما اللي عارفين. والله لا عرفتي نهار تعرف كيبدلوا عاوتاني. خطير جدا، المغرب يلعب دور مهم جدا باش يحيد هاد الديور هادو اللي كانوا كيديروا هاد المصائب هادي. وكنظن كلا قليله ما زالت، كانوا مدن معروفين ناحيه الدار البيضاء، ناحيه الرباط، ناحيه كانوا معروفين المدن فيهم هاد المسائل هادي. وكان التواطؤ من بعد الوحده الليل وهي تشوف العجيب، التواطؤ لا بنهار بنهار كدوز كيعيطوا لك. كان التواطؤ بزاف اكيد، من المفروض انهم يامنوا البلاد ويامنوا بنات البلاد. التواطؤ استاذ هو اللي كيولد الفساد وكيساهم في يولدوا الجريمه. يولدوا الجريمه ماشي غير الفساد، حتى هذا راه ولا جريمه. الفساد اكيد بشتى انواعه، داكشي اللي قصدت لك انا. تعرفوا هذوك البنات ماشي مشكل. هاد وحده منهم اليوم غدا داز تقريبا في سنتين هكاك ولا سنة ونص، جا واحد من الزبناء دخل هذيك الدار، شاف هذيك البنت، شافها عرفها قريب ليهم، عرفها ضرب عليها عرفها. واحد من الزبناء، اسمح لي، واحد من الزبناء كيجيو كيماسوا الدعارة تما، الدعارة مكليان مكليان، دخل شاف البنت عرفها، والبنت ما قال والو، البنت شهرات وداروا ليها ريشيرش دون انتيري فامي، داروا ليها داك الشيء لا هي ولا اخرى وهذا وهذا، كلهم هذوك اللي دوك البنات مساكن، كاين اللي كبرت تما، كاين اللي دارت الثلاثينات وكثر من جالسين تما بالرغبه ديالهم ولا مكرهين؟ ترى عندهم الباربو اللي خرج كيدقدقها. شي مثلا الا قلتي ليها بغيت هذيك البنت عجبتني تمشي تدوز معايا يومين، ما تعطيهاش لك، تخاف تهرب. هذه شي وسيطه كاينه تما، هذيك الوسيطه الوسيطه الملعونه يعني ولدها و
وداد خدام هو كيجدد ديما البارك. البارك في ميناء خدام تيجدد عاك كيدور ويخطف. ملينا جا السيد شاف البنت، شاف البنت البيض ما قال والو، دوز الفترة ديالو الوقت مشى في حالاته، مشى ديريكت هما عند امها قال لها شت فلانة في البلاصة الفلانية في كدا في الحاجب هادي 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 هادي، فعفعت المرأة جات هي وشي واحد من عائلتها ولا جوج، وليو باش يمشيو عند الجدارمية يعلموهم والمعلومة عندهم صحيحة، وتا السيد داهم باش يوريهم، مشاو بوحدهم تيديروا شرعية ديهم باش تعرف الأخطاء والزربة. اش دار؟ داز من هذاك الدرب قال لها هو هذا الدرب غادي ولا تعيط لها الاخرى، سمعت ما كتعيط لها ودير من الشرجم ماما فهمتي ماما كذا تاكدت صافي فضينا. جاوها جاو تقول لها انا ربيتها ما كذا ما هذه ماشي رادوها فعفعوها كانوا غيضربوهم. مشات بعد تلقى مع شي واحد قال لها سيري للمركز ديال الدار. مشات المركز ديال الجدارمية داروا ما تلقاهاش يساعدون لا لا انا كنت في مكناس داروا جمعوا لي زيليمون مشاو داروا اول واحد غيشدو غيشدو ولدها لا لا مازال لا مازال غيشدو غيشدو الفيدور غيشدو الفيدور ومش كيديروا هذوك اللي لا سمعتي شحال هذه كيقولوا ممنوع الدقان حيت كاينين الناس عاديين مساكن باش ما يدقوش عليهم السكيريه في الليل ممنوع الدقان كيكتب مسكين ممنوع الدقان ناضوا هاد الموالين الوساطه الملعونه كتبوا ممنوع الدقان كل شيء البيبان كتبوا فيه ممنوع الدقان ثانيا اش تيديروا كيجيو عند الدار هنا هذا درب درب وهنا درب تما درب كيجي المخزن هنا كيهابوهم من هنا كيشريو هاد الدار تاقبين كيشريو هاد الدار كيدخلوا من هنا ويدخلوا من هنا ويدخلوا من هنا يعني هاد الدار اللي في الجن وهاد الدار هادي والدار اللي في السطح كلهم كيكومينيكو مع بعضياتهم باش انت جيتي من هنا انت تفتح لي من هك وانا نفتح لك من هك انا داراك مثلا ديك الساعه كانت داراك اما الوقت كيجيو من هنا كيحيدوا ماريو كاينه خراجه تدخل ان باساج تدخل كتصدق خارجه من الباب ديال البلافون او خارجه لدار شي وحده اخرى هما بيناتهم خدامين كيسيطروا على الدروبه ولكن ما خصهمش يشرو كل شيء خصو يخلو الناس العاديين مساكن ما يشروش من عندهم باش يبقاو مخلطين معاهم يعني هما كيخدموا باستراتيجيه خدمين الذكاء بدات كتغول جراو عليهم مشاو جاو جدار المياه هذا كما قلنا اللي هرب هرب واللي بقى بقى ما علانا ما كاين حتى شي مشكل شدوا هذاك هذاك خينا شعلت شدوا هذاك البارهوش شدوا امو هربت رجعوا هذا ولكن خرجت القضيه من الحاجب دخلت الفرقه ديال المركز القضائي على الخط ديك الساعه مازال ما مشيتش دخلت على الخط بردوا الصوت باش العمليه تعاود جد من جديد حيت هما مولفين كيجي المخزن تيهجم وكيبرد عنده شغل غاقور الحاجب كانت مدينه وشادها مركز ولا عندهم امر اعتيادي فيه 16 واحد ولا 17 واحد شاده مدينه قداش هي المعلنة برد السوق تشكلت فرقه مدنيه على شكل بإشراف سيد وكيل العام مالك اللي كان الدكتور العراقي الله يرحمه ويوسع عليه طلبوا ليه الرحمه والناس يترحموا عليه معنا المشاهدين لانه كان من خيرة الوكلاء العامون الدكتور العراقي انا ذاك كان وكيل الملك وكيل العام للملك مكناس تحت الإشراف ديالو كما قلنا ملي مشينا باش نحاربوا الجريمه تبع معنا باش نخدموا باللباس المدني والا راه ما تشتا واحد هادشي علاش انا دائما تنطالب ان الظاهر ديال الدرك الملكي يتبدلوا فيه بزاف الحويجات ولا بحالو بحال الظاهر ديال 63 اللي دخلت عليه تعديلات في 2000 اما راه سيدنا غيقول لهم لا حنا كندويو المصلحه ديال المواطنين اكيد
قلتوني واش غادي تمشي تدخل وتدير بحال اللي انت انفوك ليا وتدخل وتدخل على الداخل باش تقرا باش تفرقع عليها من الداخل في الدار، راه ما يمكنش. يعني انت كتقول المستحيل. فرنسا راه تيخدموا دابا باللباس المدني عادي ابتداء من 2012. انا يعني دخلت حنا ممكن كاين بعض الخصوصيات، ولكن انا دخلت الدرك الوطني الفرنسي راه دخل مع وزاره الداخليه، ظلت وزاره الداخليه وتبدلت بزاف ديال الامور، ومنها ولات الكونترا الدائمه ماشي المؤقت، ولات سي دي مؤقت سي دي توت فاصون حاجه جبت حاجه عافاك لان مهم هادشي. الظاهر راح شويه بدلو فيه غير الحويجات ديال الرونسينيوم، الشيء الاخر عيب حشومه حشومه نبقاو نشوفوا. لا بد انك هذه كسوة الا باشراف تحت ديال الوكيل الملك السيد الوكيل العام الملك او السيد وكيل الملك، عيب اللي كيفعل الماده 18 كيفعل الماده 18. المهم تحت اشراف الدكتور العراقي والسيد وكيل الملك ديك الساعات تدارت واحد الفرقه مدنيه من الشبان باش يكونوا فوق ليا ويدخلوا ويترقوا لداخل الدار باش يعرفوا كيفاش الهروب، لان شحال من مره كتمشي شي هذا ما كيلقاو حتى واحد، حتى العيالات كيهربوا كيلقى هذيك هذه هي وبنتها، كانت عندها واحد بنتها ولا واحد الملعونه كانت سميتها توريه البقره. دارت هذه المساله هذه من الداخل، ترقوا ليهم دخلوا كاك ليهم صافي، شد الصحراويه شد هذه هذه تبين من بعد من ذاك داك اللقاط اللي كان هذاك الفيديو بان ولدها هو اللي كيجيب الدريات هو اللي كذا واللي كذا. تلقات البنت حتى هي تحرات تقريبا وراك واحد 14 بنت اللي جات للمركز القضائي، الاخوه اللي خدموا هذا لافير عقلي جاو هذوك البنات للمركز القضائي ضحايا، ضحايا كلهم مختطفين، ما كاينش شي وحده اللي مشات على خاطرها، كلهن مختطفات من الكليات كل وحده وكيفاش. كلهن مختطفات، كاينه مسكينه كاع اللي كلها الضربات والتبلات راه كنتو سمعتو في 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 دوزيام نيت كانوا قالوا بان كيجي هذاك الزبون كيعلق الفيستا ديالو كتكون وحده لتحت كتخرج ملي كيكون هو يقضي وطاره كتكون كتمشي كتخملو ديري فلوسو ديري كلشي، ملي كيمشي ما كيلقى والو ملي كيخرج برا كيرجع كيدقدقو عكاد كيهرب ما يقدرش يشكي ما يقدرش يشكي لان حاصل بالجرم المشهود. المهم جابوا معساد، جيت انايا في الليل العشيه شفت هذاك الشيء كان عيط لي الباترون، وانا ولاجيدون شاف كان واحد لاجيدون شاف رمضان الله يرحمه ويوسع عليه، وعيط لي قال لي اجي نشوف هادي راه كاين هاكين هاكين راه عندها كرون لومبيرغور ودوزيام، بداو كيعيطوا باش يجيو يديروا الروبورتاج ديالهم على المصيبه الكحله. فعلا كانت شي 14 وحده فيها اللي سمعنا ليها وما باش ترجع لعائلتها، كان رجعت عائلتها نطاح تقريبا 18 20 عام وهي بعيده على دارها، اللي كانت شابه فتاه دارت 60 ولا 40 عام في نوت رجع حالتها مابقاش فيها ما يتشاف سنان طاحوا الوجه المهم تاسع. فيها هاد الدريه هادي هي اللي عاودات كيفاش الولد حتى هي بحالها بحال شحال من وحده، هادو اللي ديتورناهم ولدها اللي سيكيستراهم الدري ولد الحرام اللي مشى ضحك عليهم وانا كدا شاب حتى هو بحالهم وكيديهم كيديهم وكانوا كيديو هادو ملي كيقدموا شي شويه انا كيتعرفوا كيديهم لمكان اخر ديال هادشي ديال الدعاره، كانوا كيبدلوا هادشي راه ما بقاش المغرب راه تبدل راسا على عقل كيبدلوهم يعني انت كتقول جاو بنات جداد هنا هما راه قدام ليك فهمت اي بلاصه جداد فيها راهم قدام في بلاصه اخرى الامراض وبزاف ديال الحوايج. تدارت هاد البروسيدور، البنت رجعت لوالديها عاودات كيفاش الامر كيكون، وهذا هو اللي كنوصي به الامهات باش يوصيو بناتهم، ماشي عاجي يطلع في موتور ماشي عاجي يطلع للطوموبيل، توقف الطوموبيل هذا زوين اختي كذا
كتجي كتطلع في غادي شكون هو بعدا راه شحال ديال القتالة تيكونوا وجههم زوين وهم مبليين كيحقدوا على البنات اللي غرضين ما اما طبيعيا ماشي هو هذاك ولا شي حاجه ماشي كيولي كيحقد على البنات وشحال من كريم دار والافلام عاوتاني شحال ديال الافلام داروا على قصص حقيقيه فين طالعه شاب صغير جورج كدا هذا طلع فين غاديه فين فين يعني الام خصها تقرب بنات هذا الشيء هذا لا بدا يدوي مع واحد الشاب ولكن تقول لها ما تمشيش لشي بلاصة ولا شي واحد ما تتعرفيش ولا هادي ولا هادي ولا هادي متفقين ولكن شي 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 حوايج بنات غبروا شكون قال بان راه داهم حيدوا منهم بيازيطاشي ولا دمهم شي قند شحال د الحوايج ما نعرفوه نحن مصيبة كحلة مع الاسف الخط ما كيمشيش مزيان وبالتالي هذوك مساكن بقاو عندنا في لاكاردا فيتا هما بقاو تاهما دوزو الحراسه النظريه واخا هكاك هذيك البنت تعطات لامها مازال شويه عتقناها باقي فيها شويه النور لا هي ولا البنت الاخرى اللي كان الباقي فيها النور داتها امها بتعليمات السيد وكيل العام مالك انا كان سيكستري عاد الاخرين من بعد المحكمه تلقاتهم وعطات التعليمات باش يحاولوا يأهلوهم نفسيا النفسية ديالهم كانت منهارة ومنهارة جدا جدا كانت واحدة هربت وشدوها لولا واحد تعذيب خاص قدام صحاباتها باش واحدة مقطع ربطة واحدة مقطع كانت واحدة عاوتاني جا واحد وقالت لي اعتقني رانا سادين عليا وهذه وهذه هذاك ما عرفناهش كون عرفناك وراه مشى بعدا متبليغ فهمتي قلت انا راه ساكنه في البلاصه الفلانيه وهذه وراه اختطفوني وداروا لي مع المهم بزاف ديال الحوايج اللي لقينا في هذا المصيبه ديال الحاجب هذه المصيبه راه مشهوره معروفه هذه لافير هذه كما قلتي راه دازت في دوزيام وداروا فيها دي طابل غوند على قبلها داروا دي طابل غوند والجورنال كتب عليها بزاف يعني سالت بسببها مدادا كثيرا وكثيرا و أولف في شأنها ريبورتاجات كتحد الناس وكتحذر الناس من هاد الظاهرة ديال الاختطافات بقات ديك الساعة المسخوطة ديال تورية البقرة كانت هربت آخر الأخبار أنها طلعت للأطلس وما عرفتش من بعدها ما خصني نسول فاجأتيني ما كان عليا نسول واش تشدات واش ما تشدات واش باقي عليها داك الروشيرش وخا داز مدة ممكن انك تسول كتلقى هذوك الحويجات اللي درنا بقات هربانين هربت هي هربت شي وحدين كانوا كيساعدوا في هذا الشيء كان شي مي الحوان حتى هما كانوا متواطئين كانوا بعين وشاريين الحركه راه طايره راه من وراها ماتت وقفت الحركه من وراها ولو ان هذاك رئيس المركز اللي دوينا عليه تيخدم وتيخدم بزاف حتى هو تم تنقيله بسبب ذلك تحول ذلك رأسا الى عقب والعمالة بدات حتى هي كتاخذ قرارات في ضرب هذا النوع من النشاط للدعاره تما كاين والحاجب تنفس الصعداء ومن اللي ضربوا هاد البنيه التحتيه الحاجب كبر السكان طرطق يعني الناس كانوا كيهربوا منه كيهبطوا من الناس كيبغي مني ضرب الحاجب وطيح مشاركه المعلومه مع الدرك الملكي انذاك وبسببها دارت سريه الدرك الملكي في الحاجب كانت تابعه للمكناس سريه المكناس وبسبب هذه القضيه بعد فتره وجيزه تدارت كريات سريه ديال الدرك الملكي متفقين هي اللي شدات بزاف ديال المراكز الترابيه من سبع عيون وبودربير ديك عين طوجطات والاخر وايتي عزام المهم مراكز ترابيه ولات تابعه ليها والعدد الكافي من الدراكين اللي كانوا تما خلاو هذوك المفسدين انهم يخويو البلاد يقلبوا على مكان اخر ولكن على كل حال ما قريت مجموعه من الشهادات من خلال التعليقات الجريمه بدات كتقل في متناس في الفتره اللي كنتي فيها احنا كنا ماشي الجريمه قلات غير هكاك كانت المشكل ديال المجنينه
كانوا الاخوان الشرطه هما اللي داروا ديك لافير ومشينا حنايا. ولكن وعلى ذكر هذه المساله اللي مجينا بزاف الناس كيقولوا لنا تيطلبوا تطلق ليها ان شاء الله ممكن تكلم عليها في حلقه جايه ولا ما انت ما كتكلمش شي حاجه ما خدمتيهاش او ساهمت فيها او تبعتها ودرت يد الله فيها اما اداريا او بزاف ديال الحوايج. هذيك جينا حنا لقيناها وبسببها باش مشينا للمكناس. وبالتالي درنا واحد لا كورديناسيون ما بين الشيف اس اف ديك الساعات سميتو ديال لا سيرتي ريجيونال ديال ديال مكناس ولي زيليمون ديالو. وعندي اصدقاء بزاف درنا لا كورديناسيون هذيك السبق العملي ولا العملياتي ولا السبق ولا اخذ المعلومات خبي المعلومات. حنا ما عندنا جوج الملوك واحد ديال لا دي جي سين واحد ديال الدرك الملكي هذا خطا كانوا كيرتكبوا. وبالتالي الاقتراب الناس ديال الشرطه مع الناس ديالك بعضهم لبعض يوتري العناصر لا ديال الشرطه ولا ديال الدرك ويوتري عدد من الاقتراحات الامنيه من الطرفين في المنطقه اللي بغيتي ديرها. نعطيو مثال كان ديك ساعات تولال مجانبة لمكناس كان البلاصة ديال لوزين وزير السيما اللي كيسموها الدخيسة دابا كانت عاوتاني في مكان آخر. هادو كانوا شاعلين العافية شاعلة فيهم العافية 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 شاعلة فيهم. تولال كان المرتع لكل من فر من مدينة مكناس حتى راه تولال راه مكناس مع ديك العقبة التخويصة ديال تولال هي اللي داروا فيها دابا لا فاكولتي وداروا فيها الاخر ولات مبنيه ولا صافي كيجيو هما حتى لواحد حتى الواد كيرجعوا الناس ديال الشرطه الدراكين نفس الشيء. تولال هذا السيد راه عاب سيدي سعيد تما قريب في ديك الروضه ولا في ديك الروادي ولا داك الشيء وما يقدرش يمشي ليه. وبالتالي تكونت فرقه مشتركه انا كنت كنمشي ليها بزاف وكنحيي الاخوان منهم واحد ولد سيدي عثمان وكان بريسي وكنديروا ليطو كنجيو تنديروا ليطو 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 كنزيروا عليهم. اش كيديروا هما كيهبطوا من تولال كيهبطوا للواد ديال تولال لتحت. الى هبط الواد خليه في السيكتور اللي كنطحنوا هو الودان يعني كنطحن الودان في الليل وفي النهار ما عندناش مشكل. وكنبقاو نبانسيو فيهم واحد واحد كنديو مجموعه كنديو البرانيين كنديو ديك الساعه الحماله مساكن دوك اللي كيشدوهم يستغلوهم من الجبل هو هز الكيف تا كيظهروها كتقلبوا لي كتعرفوا حمال. بعض المرات خاوي غادي يلاه غادي يمشي يجيب معاهم البزناز كتلقى ثلاثه ديال لي جون الاربعه تا هما تقول بزز كتجي كتقلب ليه كتفو كتلقاه حمال كنعرفوهم حماله المهم هذوك اي واحد كيدير شي مصيبه كحله كنطيحوا عليه بلا بريسيون ديال الشرطه مع الدرك. نزيدك واحده اخرى انا كنت سبيسياليست في سيدي علي بن حمدوش علي بن حمدوش اللي كاين في جيت مولاي دري الزرعون اللي كيعمر كنت سبيسياليست فيه وانا خديت الانيسياتيف مع الشاف لا بي جي ديك الساعه قلت له كنت خاص بالتنقيب على المجرمين لا لا كورديناسيون انا اللي تيهمني هو 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 المجرم ما يلقاش فين يتنفس الاكسجين ما يتنفسش لا بريسيون مشى عند البوليس كيلقى ريحه جدرميه تما جا عند الجدارمي كيلقى ريحه البوليس تما. انا كنت كنستدعي شي اخوان ضباط في الشرطه القضائيه كنقول ليه طلع راه ديالكم كيطلعوا هنا او كنعيط للناس ديال المناطق الخنيشات وهذه وهذه انه كلشي دوك المجرمين كيجيو ليه كيسكنوا في الحافه معروفين. راه كانت واحد المره واحد مخزني مع صاحبه كانوا كيديروا خدمتهم في الليل كيدير واحد التورني خرجوا لهم واحد الكيطون يديه مشاو ليه هاد الصباع كلهم او شادينهم على الجلود ديال معروفه في كدا 90 القرن ديال التسعينات اي دي مشاو كان يديك ساعات كوموندون مرتاج الله يكون بخير وكنحيي من هذا المنبر. يعني ملي كتكون لا كورديناسيون بين الفريقين الدار البيضاء كذلك جا لاعب دور بي في 2004 تغيرت راسا على عقب كانت قوه ضاربه كانت هذا ولكن جا واحد كما كيقولوا داك ميرور اللي تيمسح هذاك النحاس او هذا باش كيولي كيبري زاد واحد لو كريدي في المجموعه
هي لا كورديناسيون معروف انا بلا كورديناسيون اونتر لا بوليس ولا جندرمري معروف اصدقائي الشرطه الان صحابي وهذا والعملياتيه انا ما عنديش السبق باش ندير واحد الحاجه ويجي الجورنال يكتب عليا ولا يجي الصحافه يقولوا هذا انا كندير انا ما تيهمنيش انت يهمني هو الاجرام يوقف هو ان العمليه تنجح بتضافر الجهود نقدر نجمع المعلومات ونجمع ونتشاور مع الباترون ديالي وكنشدوهم نعطيوها لا بوليس لانه هما اللي غيميتريزيوها وحنا كنبقاو متبعين ربما يحتاجوا لنا في بزاف الخصائص باش وصلنا ولا شي حاجه هادشي اللي كاين نفس الشيء بالنسبه لهذه كان تتبع ودارت ديك الفرقه اللي دخلت لداخل باش عرفت الاسرار في الديوان كيفاش كدور وهذه 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 وتشدت هذيك الصحراويه تشد ولدها العصابه كلها تشد بقات توريا المقرايه لقات هربانه شي حاجه ما كتهمش القضايا معك شيقة والحديث معك شيق والاستماع أيضا لك شيق وأنا للإشارة المشاهدين كيبقاو يقولوا لي الصحفي كيمشي ما كيتفاعلش ما كيدير الصحفي بحالو بحالكم فهاد القضايا الأمنية الصحفي هادشي دخيل عليه وتا هو بحالو بحالكم كيتفرج وكيستافد وبعض المرات كينباهر تا هو بحالي بحالكم أنا الفرق اللي بيني وبينكم هو أنني كنطرح الأسئلة وأنني كنذكر أحيانا وانني كنناقش ولا كنبحث على قضايا اللي اشتغل فيها اللي ما يمكنش يبقى عاقل عليها لمده ديال 36 سنه ماشي سهل سي طه سعدون شكرا لك بارك الله فيك وشكرا على النبش في قضايا مهمتهم المجتمع اللي كيهمني وبالقضايا اللي خص يستافدوا منها العائلات وكما قلت مواكبه الامهات للفتيات في سن المراهقه وانا ما تنقولش هادشي من فراغ نقول هذا الشيء من خلال التجربة ديالي مع بنتين نجح في الحمد لله في التواجد ومستقبلها المستقبل ديالهم والحمد لله كان تتبع مع قرب كنقدر نقص بزاف الحوايج ولكن هما الاولين اللي كتعرف لي ريسورس ديالي كانوا على قد الحال والحمد لله ما وكلتهمش لحاجه ماشي ديالي ونجحوا دابا هما عندهم مسار ديالهم خاص وفي احسن الدول في العالم ومستعدين كذلك انهم يفيدوا المغرب في المعرفه ديالهم وفي لي كونيسونس اللي قراو في ديك الدول والحمد لله الله يصلحهم ويخليهم ليك بارك الله فيك مشاهدينا الكرام كما العاده كان معنا الخبير الامني والاستاذ طه سعدون الى حلقه قادمه ان شاء الله ومع موضوع اخر الى اللقاء